السلام عليكم سعادة المستمعين، راديو دارندوكا ام اس 1919 مع صوت شعبي دارندوكا. قال الله تعالى في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. أولا ألف رحمة ومغفرة لشهداء دار مساليك وشفاء العاجل لجرحى وعودة حميدة للمفقودين ويحفظ جميع حالنا في معسكرات اللجوء. نرحب بميرم الشجاعة صفية إسحاق من داخل مخيم أدري. تحية لك يا ميرم، وأنت متواجدة حاليا في معسكر أدري، مرحب بك. مساء الخير على الجميع، وفي البدء نترحم على شهداء دار اندوكا وعاجل الشفاء لكل الجرحى والمصابين إن شاء الله، وعودا حميدا لكل المفقودين إن شاء الله. فأنا شاكرة جدا جدا لإتاحة الفرصة، وبشكر راديو دار الدوكا 1919 ام اس، وبشكر كل متابعيني عبر هذه القناة، وإن شاء الله نتمنى نقدر نقدم لكم كل ما هو مفيد ونقدر نسرد لكم بطريقة جميلة وطريقة منمقة إن شاء الله، وأنا حكون معاكم ضيفة شرف إن شاء الله. طيب صفية، بما إنك متواجدة حاليا في معسكر أدري، ما هي المعاناة التي تواجهونها؟ ممكن تحكي لنا عنها شوية؟ شيء هتكلم عن المعاناة اللي بتواجهنا في المعسكر والأوضاع عندنا كيف. فمما جينا معلوم إن المنظمات هي يعني بتبدأ تشتغل، لكن بتشتغل يعني مؤخرا. كيف هي يعني بعد ما تبدأ تحصر عدد النازحين وعدد اللاجئين؟ بعد ذاك حاليا حسب المتفق عليه يتم إجلاء كل النازحين واللاجئين إلى معسكر ثاني. بعد ذاك المنظمات هي بتدخل بصورة كويسة. ما جينا دخلت الـ WFP وقدمت لنا معونات أو مواد غذائية، منها كان عيش وأظن عدس وكان في زيت، فهم قصروا، وأنا برضو بوصل لهم صوت شكر للحكومة التشادية حكومة وشعبا، يعني ما قصروا معانا، شاكرة وممتنة لهم شديد. ومن المعاناة اللي بتواجهنا داخل المعسكر صحيا عندنا نقص في الأدوية ونقص في المراكز، يعني لحد هسه عندنا مركز واحد اللي هي المستشفى الكبيرة بتاعت عدن اللي جينا لقيناها، فالمعسكر المركز الواحد هو ما قادر يكفي كمية اللاجئين أو كمية الناس اللي موجودين داخل المعسكر، في نقص في الأدوية في نقص في الكوادر، لكن برضو قادرين نتماشى بالموجود ده. في برضو عندنا كمية من الإسهالات المائية وكمية من الملاريات، كمية من الكوليرا، كمية من الرمث للأطفال، ده واحد. اثنين، بتواجهنا مشاكل كثيرة وكبيرة ما هنقدر نسرد كلها، لكن هنسرد الجزء الأكبر واللي مهم. فمعروف إن الدنيا خريف والوضع قاعد يكون سيء، الأمطار خزيرة، والحتة اللي نحن قاعدين فيها معروف إن هي كانت زراعة زمان ورحوث، يعني المياه فيها كثيرة وكبيرة، ففي أسر وضعهم شوية صعب شديد. حتى المعسكر هنا يعني في فئتين، فئة ناس قدروا يطلعوا بحاجة كويسة جو بيها، قدروا يطلعوا بخطى بفرشات بمراتب، قدروا يرقدوا فيها جزء، يا هو ما جو إلا بأرواحهم، فده برضه هيشكل أزمة وهيشكل مشكلة كبيرة جدا. بنعاني من نقص في تفاصيل كثيرة، يعني في وسر محتاجين نكثف من الشغل بتاع المبادرات عشان نقدر نخطي الجزء اللي فيه نقص، والمنظمات هتقدر تشتغل في الجزء الكبير ونكون قدرنا وفينا أو قضينا الجزء يعني كبير شديد. ممكن تحكي لنا مبادرات اللي قاموا بها الشباب؟ طيب، هتكلم عن جانب تاني، جانب المبادرات اللي قاموا بها الشباب. حاليا المعسكر ذاته يتوزع على عدة أقسام: شمال، جنوب، غرب، شرق. في مبادرات إنسانية قاموا بها أفراد، في مبادرات برضو إنسانية جماعية قاموا بها شباب. في عدة مبادرة شغالين بأتيام مختلفة في حتات مختلفة. في الشاب عادل عطر شغال، بدأ في شغل بتاع المشمعات وكتر خير، وربنا يضع في ميزان حسناته وربنا يزيد يبارك له في حياته، ما قصر وقدر يخطي جزء كبير، ولهدي هذا هو شغال لا كل لا مل، وإن شاء الله ربنا يوفقه كلنا داعم له في مشروعه. وفي كمية من الشباب أنا ما حقدر أذكرهم أو ما بعرفهم ذاته، لكن أنا بعرف انهم كانوا شغالين في خطأ واحد اثنين ثلاثة، فانا واحدة من الناس ذاتي عندي مبادرة وشغالة فيها، مبادرة اسمها مبادرة ابانوسا. برضو بديت بمشمعات، قدرت اخطي جزء كبير من المشمعات، لقيت اغلبية الشباب شغالين في المشمعات، فبديت اشتغل في كسوة بتاعت الايتام وفاقدي الاباء او الابهات المفقودين. ف
فبرضو ده نقص كبير قاعد يواجهنا، وبدينا نشتغل فيه، وأنا بديت معي جزء من الشباب شغالين بنبدأ نشتغل، ياهو الناس بتجي تساعدنا وشغالين، ياهو إن شاء الله، إن شاء الله ربنا يوفقنا جميعا نقدر نخطي. هل المبادرات دي كانت كافية؟ طيب يا سلمى، المبادرات هي يمكن تكون 5 6 مبادرة، ما بقدر أنا بقول لك هل هي كافية بالشكل الكامل، لكن قادرة يعني تخطي. بنشتغل هوجات فردية، أسر منكوبة يعني بشكل كبير، عندهم احتياجات، عندهم نقصي، بعد ذاك ياهو بنشتغل جنرال في المشمعات، الكسوة زي ما قلت لكي، مواد غذائية برضو إذا لقينا فيها نقصي بنشتغل يعني. هي ما كافية بالشكل المطلوب، لكن قادرة تقضي يعني تقضي الشيء اللي مطلوب حاليا ناو. حاليا احتياجات الضرورية اللي انت بتحتاج لها في المعسكر شنو، بما انه موسم الخريف جاي وخريف الابواب وتعرف الوضع هناك وكده؟ طيب الاحتياجات الضرورية حاليا هنا داخل المعسكر، زي ما اثرت لك او قلت لك انه الدنيا خريف، والحتة اللي احنا قاعدين فيها دي كانت رحود، فيها رحود ومناطق زراعية يعني هشة رملة، فالمطر لما يجي فيها معاناة كبيرة. أول شيء محتاجين له، ومحتاجين له للمشمعات كمية كافية عشان نقدر نخطي، لأن المشمعات اللي هسي موجودة في السوق قاعدين نشتريها نجيبها دي شيء يعني سوقي، كيف المشمعات خفيفة يعني زي الشوال وكأنها مطلية بمادة، المشمع تجيبه تخطيه يوم يومين، في الثاني لما تجي مطر بصف كأنه شوال، ففي ثاني برضو جودته شوية أحسن برضو، بس حد أسبوع تاني المطر بيكب. أنا جبت مشمع في الأول بيكب موية، جبت مشمع تاني برضو قاعد ينس موية، يعني موية لحقانة. محتاجين لمشمعات ده إذا المنظمات لسه يعني ما بني كافية، وما شيدوا كل المعسكرات عشان يقدروا يرفعوا كل الناس. هالين في معسكر واحد يتشيد ورفع فوقه ما يقارب 30,000 لاجئ في أبو تنجي، وياهو الحال هنا يعني محتاجين لمشمعات أول، ففي برضو محتاجين لمواد تموينية لجزء من الأسر، في ناس أعمارها كبيرة، أطفال، النساء، هم دي طبعا حالات خاصة، وبنركز عليهم أكثر لأنه الدنيا خريف وباعوض كثير، مع تواجد الموية أكيد بيكون في باعوض، وقدر ما كثر الباعوض قدر من الملاريات كثر، محتاجين لنواميس، لمواد غذائية، لمشمعات، لخطا يعني أخطية بطاطين كده، ومحتاجين برضو لفرشات، دي الاحتياجات الضرورية واللازمة المفترض تتوفر عند أي زول. بعد ذلك إذا في احتياجات تانية صحية، علاجات لأصحاب الأمراض المزمنة، بعد ذلك لازم يعني تتوفر عندنا برضو العلاجات بتاعت أمراض القرون الوسطى، الناس الملاريا، الناس النزلة اللي بتجي مرة، التفاصيل دي يعني. شكرا لكم كلكم، وشكرا للشعب عادل، وربنا يكتب في ميزان حسناتكم كلكم يا رب. وصفية شكرا لك برضو، مبادرات جميلة جدا انت قايمة بيها في الفيسبوك، ممكن تحكي لنا عنها شوية وكيف الزول يتبرع إذا عاوز يتبرع أو كده؟ طيب أنت قلتي شفت في صفحتي عبر الفيسبوك أنا قايمة بمبادرات جميلة، أوضح لك إنه كيف الزول يقدر يتبرع أو يساعد. فالفكرة بتاعت المبادرة هي كان فكرة فردية، أنا لما جيت في جزء من الناس يعني عندهم شوية قريشات في أسرهم برا، قدروا يرسلوا لهم قروش يشتروا، في ناس ما قادرين يشتروا يعني، حتى لو رسلوا لهم قروش ما بين ياكلوا منها يشربوا، في احتياجات ضرورية يشتروا مشمع، بتلقي كان في نقص يعني. في ناس المطر لما تجي يعني احنا ندخل جوا الكرانك، هم بيكونوا قاعدين برا عندهم مشمع واحد بيحاولوا يثبتوه بطريقة كده عشان ما يدخلوا رأسهم كلهم. قلت طيب طالما أنا عندي متابعين عدد كبير في الفيسبوك، أنا أستغل الفرصة دي وأقدر أساعد الناس دي بهاجة. بعمل بوست في الفيسبوك وبنزل رقم الحساب ورقم بتاع الإشعار، إذا في زول هو حب يتبرع برسل المساعدة بتاعته في بنكك في حسابي، وأنا بمشي بطلع القروش نشوف الحوجة وين وبنشتري الحاجات نجي نوزعها. في ناس ما عندها بنكك أو الحتات اللي فيها ما فيها بنكك، في رقم بطاقة بتاعت واحد عندي تحويلات هنا، وهو بيدخل علي بيسألني بديه رقم البطاقة أو برسل له البطاقة، بنزل القروش برضو بنمشي نسحبها. في ناس برسل القروش عبر ناس أمينين ليهم هنا برضو بيجيبوا القروش وبنمشي نشتري. في شباب معاي وفي شابات برضو، ولو جينا نوزع إذا خلطنا التوزيع
بنستعين بنشوف جهة فعالة زي المرة اللي فاتت استضفنا ناس درجين لأنه هم كانوا ناس نشيطين، أنا بشكرهم بوصل لهم صوت شكر من هنا، وكانوا ناس نشيطين جدا وشغالين برضو في أمل إنساني جميل جدا، وخطوا عدد كبير من الأسر، فأنا استضفتهم ناديت سيامبون وقلت لهم عندنا مبادرة كده 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 وياهو اشترينا الحاجات دي ودارين نجي نوزعها، دارين نستضيفكم عشان توزعوا معنا، ما قصروا وقفوا معنا ليه الرمخ الأخير لهد ما قدرنا وزعنا وخطينا العدد اللي ممكن. كده وصلنا لنهاية حلقة اليوم، شكرا لك يا أستاذة صفية وشكرا لجميع الشباب اللي قاموا معك. طيب شكرا راديو دار الدوكا 19 19، وشكرا سلمى وشكرا لكل التيم العامل، وشكرا للناس اللي بتسمعنا، وشكرا لحسن الاستضافة، وشكرا للوقت اللي انتوا اديتوني لي عشان انا اقدر اقدم الشيء المطلوب او اقدر افيدكم، ان شاء الله يكون قدرت ووفيت او كفيت جزء من الشيء المطلوب، فيمكن ما اقدر اكفي كله لكن يمكن اضفت جزء بسيط للناس عشان تعرف المعاناة والهاجات اللي موجودة داخل المعسكر، فما عشان نخوف الناس او نقلقهم على اسرهم نقول ان الوضع في المعسكر سيء او مأساوي، يعني سيء من ناحية انه نحن حاليا كويسين الحمد لله، في ناس بتعاني وفي ناس كده، لكن برضو نحمد ربنا، قالوا هنيئا لمن حمد الله، فنحمد ربنا ونشكره على نعمة الصحة وصحة البدن اللي عندنا ليها، في ناس قادرة تتحرك قادرة تنزل السوق، في ناس قاعدة، فالناس تراي لبعض، انت عندك بتشوف اخوك بتشوف جارك، يعني ده وضعنا داخل المعسكر، انا عندي اكلت بتفقد جاري ما يتحرك ليه ما مشى على المطبخ ليه ما عامل لدايه ليه بشوفه، يمكن ما عنده من حقي الفضل ذاك او من عندي بنادي وهو اشيل اكلي اجي اقعد معه عشان هو ياكل معي، بشوف النقص وين اقدر يعني اكفي جزء بسيط او اقدم خدمه لخيري، فهو ابتلى او ايش اللي حصل، يعني هو كان شيء سيء بالنسبه لنا في دار الدوكا خاصه، ونتمنى انه هي مهنه وهتزول ونرجع لبلدنا بكل حريتنا وراسنا مرفوع، وشاكرا لكم شديد شديد، وشكرا للناس اللي يعني خلت جزء بسيط من زمانها عشان تسمعني، وعاطر تحياتي وحبي ودي للجميع، شكرا سلمى. كده وصلنا لنهاية حلقة اليوم، شكرا لك يا أستاذة صفية وشكرا لجميع الشباب اللي قاموا معاكي وشباب كلهم لا زالوا مستمرين في المبادرات، وصوتي يصل إن شاء الله ويتلبى باقي الطلبات إن شاء الله يا رب، وشكرا لجميع مستمعي راديو دار الدوكا.